لعبنا ضد فريق منظم، فريق قوي، فريق كبير عالمي، فعلا عالمي بكل شيء بمعنى الكلمه. كنظن على ان انا نورمال ما كنهضرش في التحكيم، ولكن هادشي اللي شفنا اليوم زعما الصراحه ما كيشرفش التحكيم المغربي. عندنا خامات كبار ديال التحكيم، والرجاء ما محتاجاش كاع الحكام، والله ما محتاجو الحكام. انا شفت المباراه ديال بركان في بركان، وشفت قبل منها في التيران، الصراحه ما محتاجاش الرجاء، ما محتاجاش كاع الحكام للاسف. خمسه ديال الانديه اللي عندهم حق يديروا الميركاتو، البقيه ما عندهمش الحق يديروا الميركاتو. كيفاش غنديروا الميركاتو حنا؟ كيفاش ما عندناش حق في الميركاتو؟ ما عندناش حق. لكن الميركاتو بصراحه ما محتاجينش بزاف ديال اللعيبه، محتاجين حنا المدرب يكون بعدا في دكه البدلاء. المشكل ان فرقه كتبان بحال فرقه يتيمه، فرقه دابا 3 شهور حنايا معاها، والمدرب ما عندوش الحق انه يكون في دكه الاحتياط باش يكوتشي هو الفرقه ديالها، باش يدوز الميساج من الفوق وعبر الوريات. خص بزاف ديال الوقت، كتستغرق وقت كبير. هذا من بين المشاكل اللي كانت السبب ديالنا في بعض الهزائم، لان ضيعنا بزاف ديال النقاط، سيما في الملعب ديالنا، بهذه القضيه هذه، بهذا المشكل هذا. هذا راه خصو يتحل. هذا المشكل هو البريوريتير اللي خص الناس المسؤولين انهم يحلوه. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارطاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.